بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، فاليوم لنا حلقة جديدة مع البرنامج سؤال جواب، والسؤال اللي طرحوا لنا اليوم وهو مصطفى أبو حمزة، قال ما هو أو ما هي الفوائد ولا المنافع ديال الأغذية الطبيعية. فلما كنتكلم عن الأغذية الطبيعية، أولا يجب علي أن أفهم ما معنى الأغذية الطبيعية. الأغذية الطبيعية هي كل الأغذية التي نزلت من الشجر وكذلك تم نبتها مباشرة من التراب. الأشياء اللي كتطلع مباشرة من التراب، الأشياء اللي كتنزل مباشرة من الشجر، هذه هي المواد الطبيعية. ما كنقولش البيولوجية، المواد الطبيعية. علاش؟ لأن جاية من الطبيعة. أما البيولوجية وهي اللي تم التغذية ديالها بطرق بيولوجية، الماء ديالها بيولوجي، التربة ديالها بيولوجية، الأسمدة اللي كتعطى لها بيولوجية، كل الأشياء التي تعطى للشجرة أو للنبات يجب أن يكون بيولوجيا لكي أتكلم عن التغذية البيولوجية أو الوجبات البيولوجية. أما الآن نحن نتكلم عن الأغذية الطبيعية. الأغذية الطبيعية كل ما ينزل من الشجر وكل ما يطلع من التراب، وهذا فقط إلى مشينا بحياة تتكون من هذه المكونات الغذائية اللي الأصل ديالها شجر أو التراب. فالنتيجة هو أنني خديت مباشرة الأشياء التي فيها طاقة شمسية وطاقة هوائية وطاقة مائية وطاقة ترابية، لم يتغير الأصل ديالها. فالأشياء اللي كتكون غنية بالطاقة الترابية والمائية والشمسية والهوائية، كن على اليقين إذا دخلت إلى الجسم مباشرة فإنها ستغير من ملامحه ومن وظائفه الداخلية. فكل ما كانت الوظائف الداخلية ميسرة، كل ما كانت الوظائف الداخلية مشغلة بطرق طبيعية، كن على اليقين بأن الأمراض العصرية التي يتكلم عليها الإنسان لن يصاب بها أبدا. وكما قال مجموعة من المتخصصين في المجال ديال التغذية، كيقول لك ودينا فليكن طعامك دواؤك، فليكن طعامك دواؤك. راه والله الذي لو أننا تتبعنا برامج غذائية مكونة من كل ما هو طبيعي لن نصاب بالأمراض العصرية، والتي تشكل في ضغط الدم وفي الباركنسون وفي الألزايمر وفي كذلك السكري وفي السرطان وفي كل الأمراض العصرية، سببها هذا النمط العيش الذي أصبحنا نعيشه الغير سليم. وبالتالي ماذا يعني عساني أن أفعل بهذه الأمور؟ علاش اللي ما ندير برنامج غذائي مكون من فطور كله طبيعي وعصير فواكه مع الطناش كلها طبيعية، وكذلك عصير خضروات مع الليل كلها طبيعية. فإلا خديت الفواكه سوفورم أو الفطور سوفورم ديال أن سموسي، ولا إلا خديت الوجبة الغذائية ديالي تكون كلها فواكه والوجبة العشائية ديالي تكون كلها عصير ديال الخضروات، أو لا صبة بالخضروات. والصبة بالخضروات غادي نوري لكم صبة طبيعية ما فيهاش كاع دخول النار، يعني والطريقة ديال التحضير ديالها جد عجيبة، والدة اللي غتكون فيها جد عجيبة. وإذا دخلت إلى الجسم ديال الإنسان، إذا كان الجسم ملوث فغادي تلقاه كيتفاعل معها بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. فكل الرواسب اللي كاينه في الجهاز الهضمي كلها غادي تخرج، وغتخرج يعني بانتفاخات، وغتخرج يعني برائحه جد كريهه، وغتخرج. ولكن مع مرور الزمن غتبقى غاده 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 الى ان يخرج كل ديك الفضلات المسمومه اللي كاين في الجسم ديال الانسان، وغيسترجع الانسان الحيويه والنشاط الاساسيين اللي كاينين في الجهاز الهضمي، وغيلقى راسو بانه بدا كيسترجع القوه ديالو، وبدا كيسترجع النشاط ديالو، وبدا كينقص من الوزن ديالو. فالوزن كله كيرجع لنا اساسا الى نمط العيش الغير المنظم، والوزن كيرجع اساسا كذلك الى التغذيه الغير يعني مركزه او الغير يعني مدروسه، والنتيجه كتعطيني النتائج اللي هي الانسان كيولي ما حاملش راسو على الوضع اللي كاين فيه، لا في السكري ولا في ضغط الدم ولا في الامراض العصريه اللي تكلمنا عليها. فالخروج منها بسيط جدا الى بدلنا نمط الحياه ديالنا، والى كذلك عشنا الحياه طبيعيه واكلنا
اكلات وجبات طبيعيه، والنتيجه غتكون ان شاء الله لصالح الجسم ديالنا. وهذا هو اللي غادي نخدموا عليه مستقبلا، غادي نحاولوا اننا ندخلوا في الحياه اليوميه برامج غذائيه تكون كلها طبيعيه في الافطار وفي الغداء وفي العشاء، برامج رياضيه اللي غتكون غتساهم ان الجسم ينشط الفيزيولوجيا الداخليه ديالو، وكذلك النوم اللي خصو يكون ممتاز. فإلى رجعنا شويه للماضي ديالنا شنو غنلقاو؟ غنلقاو لما خرجنا من الكروش من البطون ديال الامهات ديالنا اول حاجه بديناها وهو التنفس. كل ما تنفس الانسان التنفس السليم كل ما غيرجع الحيويه والنشاط للجسم ديالو. المساله الثانيه الحليب وهو التغذيه، كل ما تغذى الانسان غذاء طبيعي كل ما غيولي يسترجع الحيويه والنشاط الطبيعيين ديالو. وكذلك من بعد هذا الشيء فين كيمشي ذاك الرضيع؟ كيمشي للنوم وهو الروبو او الراحه. كل ما عطى الانسان الذات ديالو الراحه كل ما غيرجع النشاط والحيويه ديالو هذا. ثم لما كينوض في الصباح اشنو كتقوم الام ديالو؟ كتحيد له ليكوش وكتنقيه، بمعنى فرز النفايات. الا لعبنا على الاربعه ديال الاشياء كن على اليقين ان الصحه ديالك غادي ترجع باحترام التنفس الجيد واحترام الاكل الطبيعي واحترام الراحه او النوم الطويل، ثم كذلك اخراج النفايات. يخرج الانسان على الاقل جوج المرات في اليوم فهو افضل شيء ممكن يقدمه هديه للذات ديالو ويسترجع به الصحه والنشاط ديالو معا. لكم مني افضل التحيات الدكتور محمد احسين.